السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايب لكم فيديو مثير للجدل جدا. ليه مثير للجدل؟ هو أنا وأنا بقلب على النت كده هوت لقيت واحد حاطط قايمة بأشهر الناس على مستوى العالم، يعني الأشهر من كل بلد. طبعا هو ما حددش في القايمة ديت الأشهر في أي عصر في أي تاريخ، سواء القرن ده ولا القرن اللي فات ولا على مدار التاريخ كله، ما حددش. هو جايب كده أشهر واحد من كل دولة وحاطط القايمة، فأنا حبيت كتير يعني إن أنا آخد رأيكم في القايمة دي، وخصوصا قايمة الدول العربية، واختاروا هم مين، وده هيعكس لنا رؤية الغرب مع الأسف لينا. اختاروا مين من العرب؟ طبعا في ناس أنا متفق معاهم إن هم فعلا ممكن يكونوا الأشهر في الدول العربية، وفي أشخاص بصراحة مثيرين للجدل أنا معرفش ليه هم اختاروهم وحطوهم كأشهر شخصية عربية. تعالوا مع بعض نبص على القايمة، ويا ريت ما تنسوش تسيبوا تعليقاتكم على الفيديو. هنشوف دلوقتي الفيديو. طبعا بوب مارلي وجايب شخصيات عالمية كتير، تمام. هنمشي مع القايمة كده هوت لحد ما نشوف اختار مين من العرب. طبعا فيهم لعيبة كورة زي مودريتش مثلا، ممثلين، اسكوبار بتاع كولومبيا، فيدرر بتاع التنس، سلمى حايك ممثلة طبعا، ابراهيموفيتش من السويد، وفلاديمير بوتين طبعا كلنا عارفينه، ومن افغانستان. وهنا بقى نقف شوية ونشوف أول دولة عربية في القائمة. هنا مايا خليفة، طبعا دي فنانة إباحية، معرفش إزاي يعني شافوا إن ديت أشهر واحدة في لبنان على مستوى العالم. فيعني يا ريت أسمع تعليقات الإخوة اللبنانيين عن الموضوع ده، وتقولي لي إيه رأيكم بس. بعدين القايمة بتكمل برضو، يعني يا ريت تاخدوا فكرة، لأن في ناس بصراحة أنا مكنتش أعرف إن هي دي جنسياتهم الفعلية، يعني أينشتاين ألماني، أندريا جاينت طبعا بلغاريا، وإيلون ماسك من جنوب أفريقيا برضه جديد عليا، كريستيانو رونالدو طبعا. جايب بقى ناس قديمة قوي يعني نابليون بونابرت مثلا من فرنسا، جايبينه مثلا حاجه كده من اكتر من 500 600 سنه. طبعا هنا اختار صدام حسين من العراق، دي اول تاني دوله معانا في القايمه العراق، واختاروا صدام حسين. عايز اعرف برضو رايكم ايه في اختيار صدام حسين كاشهر شخصيه عراقيه. طبعا القايمة ما زالت مستمرة، يعني كاسترو مثلا بتاع كوبا، الجزائر، فاختاروا منها ألبرت كامو، ده كاتب درامي حاصل على جائزة نوبل، هو فرنسي من أصل جزائري. طبعا يا ريت أسمع رأي الإخوة الجزائريين في اختيار ألبرت كامو كأشهر شخصية في تاريخ الجزائر. زيلينسكي طبعا أوكرانيا عشان الوضع الحالي بقى أشهر مشهور طبعا في الفترة الحالية، ومازر تريزا من بانيو، وبقية الدول كوين إليزابيث بريطانيا طبعا، بيليه يعني هما شايفين ده أشهر حد في البرازيل على مدار التاريخ بيليه. طبعا ثالث دولة عربية هنا في القايمة معانا سوريا، اختاروا منها بشار الاسد. طبعا انا مش هقول رايي عن بشار الاسد، بس يا ريت اعرف تعليقاتكم ايه عن اختيار بشار الاسد كاشهر شخصيه سوريه في التاريخ. جاك شام الصين طبعا. وطبعا هنا برضو بالرغم انها مش دولة عربية، بس انا حابب اعلق على الجزئية دي، هم اختاروا السيد المسيح كاسرائيلي، حطوا له الجنسية الاسرائيلية، ما اعرفش يعني عشان هو كان من بني اسرائيل وبعدين اعلن الديانة المسيحية، بس هم اللي قتلوه يعني، او شبه لهم يعني، هو شبه لهم انهم قتلوه، فبرضو ما اعرفش ليه حطوا له الجنسية الاسرائيلية.
وعندنا الدولة العربية اللي بعد كده هي ليبيا، واختاروا منها معمر القذافي. ياريت برضو أسمع رأي الإخوة الليبيين في اختيار معمر القذافي كأشهر شخصية ليبية في التاريخ. طبعا القائمة بصراحة جميلة وفيها معلومات حلوة كتير، يعني في ناس أنا معرفش إن هي دي كانت زيارتهم الحقيقية، يعني جيت لي كاتبين إن هو من سنغافورة. وهنا الدولة العربية اللي بعد كده المغرب، ومختارين منها جين رينو الفنان المشهور الكبير اللي له أفلام كتيرة كذا لغة، اختاروا إن هو مغربي. أنا معرفش صراحة هل هي دي فعلا جنسيته الأصلية إنه مغربي ولا لأ، يا ريت الإخوة المغاربة اللي عنده معلومة يقدر يقولها لنا، لأن اللي أعرفه إن هو فرنسي جنسية يمكن من أصول أسبانية، يمكن يكون عاش شوية في المغرب، فيا ريت الإخوة المغاربة يكتبوا في التعليقات إيه رأيهم في اختيار جين رينو كأشهر شخصية مغربية. ومصر طبعا أم الدنيا، اختاروا منها نفرتيتي. طبعا أنا مش عارف على أي أساس نفرتيتي، طبعا مصر مليانة مشاهير على مدار التاريخ، يمكن هي الدولة اللي كانت موجودة قبل التاريخ أساسا، واختاروا الملكة نفرتيتي. ماشي مش مشكلة. بعدين القائمة بتكمل معانا، نشوف يا ترى الدولة العربية القادمة هتبقى ايه، واختاروا منها مين. هنا السؤال الأهم، يا ترى الدولة العربية القادمة ايه واختاروا منها مين. جنكيز خان منغوليا، جاكمان فنان طلع أسترالي، ستالين تفكروا روسي طلع من جورجيا، لويس سواريز اللعيب الكبير المشهور الأوروغواني، ومالالا يوسف فازي ولا يوسف فازي باكستانية. القائمة ما زالت مستمرة، عندنا هنا فان دام اتضح ان هو من بلجيكا مش امريكي ولا حاجة. وهنا بقى الدولة العربية القادمة المملكة العربية السعودية، وهنا المفاجأة يختار أسامة بن لادن. ياريت أسمع تعليق الإخوة السعوديين في اختيار أسامة بن لادن كأشهر شخصية في تاريخ السعودية. بعدين بتكمل القائمة عندنا، طبعا هم ما جابوش كل الدول العربية، ولكن هم اختاروا يمكن عدد من الدول العربية واختاروا شخصيات منهم من وجهة نظرهم. طبعا أحب أن في نهاية الفيديو أشكركم على المتابعة، وياريت ما تنسوش التعليق وكتابة كل واحد مشهور في دولته من رأيك طبعا في التعليقات، مين أشهر شخصية في التاريخ عندك في دولتك، وإيه رأيك في الشخصية اللي تم اختيارها في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله. ولو عجبكم المحتوى ياريت ما تبخلوش علينا بسبسكرايب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.